اذا مشاهدي متابع قناه شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا البث المباشر بالضبط مدينه الدار البيضاء، بالضبط شارع مولاي اسماعيل. وما ادراك ما شارع مولاي اسماعيل، احد اكبر شوارع المدينه. يعني كيف ما كتلاحظوا معنا الشاحنات اللي كيمروا من هنايا، كيف ما كتلاحظوا امامكم مثل هذه الشاحنه هذه اللي كيخليو واحد المخلفات ديال الزيت على الشانطي. شوفوا كيف ما كتلاحظوا معنا ان هذا الشانطي هذا كله مزيت، يعني امامكم الصوره مشاهدينا الكرام، هذا الشانطي كله مزيت. فاصحاب السيارات ولا اصحاب الدراجات الناريه فاش كيحبسوا الفرامل او بمعنى ديال الدريجه فاش كيحبسوا الفران، يعني ما كيشدش ليهم، ما كيشد ليهم والو. يعني هنايا في النهار او في اليوم كتلقى 4-5 ديال الحوادث بسبب هاد الطريق، بسبب هاد الشاحنات. يعني لا حول ولا قوه الا بالله، هاد الشاحنات يخرجوا في وقت غير محدد، يعني يخرجوا في توقيت ديال النهار كامل، يعني ما عندهمش توقيت محدد باش يخرجوا فيه بدقه. يعني كيف ما كتلاحظوا معنا كيرميو الزيت من وراهم، يعني هاد الزيت هادي امامكم مشاهدينا الكرام، هاد الزيت هادي كلها كتزلق. يعني ها هي، يعني على رجلي كنديرها، رجلي كتمشي وتجي. يعني احد اخطر شوارع المدينه اللي كيوقعوا فيه حوادث مميته وحوادث خطيره بسبب هاد الشاحنات اللي كيرميو هاد المخلفات ديالهم او لهاد الزيت. يعني ايضا كيف ما كتشوفوا معنا، شوفوا الرمي كشنو اللي حين، يعني فحال التراب صغيور. يعني الصوره امامكم مشاهدينا الكرام، يعني كيف كتشوفوا الشانطي راه مزيت، يعني كيبان بحال الماء فوق منه. يعني هذا الزيت ديال الشاحنات اللي كيرميوه في هذه المنطقه هذه. يعني هنايا القليله كتدوز في النهار كتلقى 4 ديال الحوادث او 5 ديال الحوادث ديال السير. يعني بالامس اللي كانت واحد الحادث سير خطير ومميت هنايا بسبب هذا الزيت هذا، لواحد مول هوندا فرانه وما شدش ليه الفران ودخل في واحد مول دراجه ناريه، مسكين اللي تم النقل ديالو في حاله جد خطيره الى المستعجلات. يعني كيف ما كتلاحظوا معنا شوفوا الغبره اللي كيخليو من وراهم وايضا الزيت. يعني لا حول ولا قوه الا بالله، يعني اغلب البيضاويين غيكونوا كيعرفوا هذا الشارع. يعني كيف ما كتلاحظوا معنا اغلبيه ديال البيضاويين غيكونوا كيعرفوا هذا الشارع. يعني من اخطر الحوادث كيوقعوا في هذه الشوارع اللي هو شارع مولاي اسماعيل مدينه الدار البيضاء. يعني حتى السيارات اش كيحبسوا الفرامل او الدراجات الناريه كيدوزوا بشويه، لان هذه الطريق هذه معروفه بالزيت اللي فيها، فالفران ما كيشدش. فكنتمنى انه يدار حل لهذا الشارع هذا، كنتمنى انه يدار حل لحقاش الا بقى هكا غتوقع شي كارثه كبيره وكبيره بزاف. شوفوا معنا مول هاد الدراجه الناريه، يعني هاد الطريق هادي كلها تراب ديال الكاميوات او ديال الشاحنات والزيت ديالهم. يعني كما كتلاحظوا تعرفوا معنا انهم كيخرجوا من الباب 4 وهذه الطريق ديالهم المؤديه الى مدينه الرباط. لا حول ولا قوة الا بالله، فكنتمنى انه يدار شي حل من الناس المسؤولين على هذا القطاع هذا ديال الشاحنات، انه يديروا شي وقت محدد ولا يخصصوا شي طريق لهاد الشاحنات هادو، لانهم كيف ما كتعرفوا انهم خطر يبقاو يدوزوا هنايا مع اصحاب السيارات ولا اصحاب الدراجات الناريه. كيف ما كتشوفوا معنا راه كيلوحوا الزيت والفرامل راه ما كيشدوش والو نهائيا. كيف ما شفتوا معنا بالامس وقعت واحد الحادثه جد خطيره، كيف ما كتشوفوا معنا هوندا اللي بغات تحبس الفرامل وبقوه ديال الزيت ما شدش لها الفرامل وفقدات السيطره فدخلوا في هذا الحيد هنا. لا حول ولا قوه الا بالله.
يعني كيف ما كتشوفوا معنا ايضا الضوء الاحمر او الفيروج كان تهرس بالامس، ولكن الحدود الساعه مازال ما رجعش لبلاصتو بعد ما دخلت فيه واحد الهوندا. كيف ما كتلاحظوا معنا الان الناس كيجيو فقط بعشوائيه لان الفيروج ما كاينش في هذا المكان، يعني ما كاينش في هذه البلاصه هذه. إذن مشاهدينا الكرام غادي نودعكم على ما نتلاقاوكم في بث مباشر آخر إن شاء الله. إلى اللقاء.